ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع. سنبدأ اليوم بالفصل الدراسي الثاني بالوحدة الأولى من الكتاب بعنوان مهد العلا والحضارة. نص القراءة بعنوان البتراء، المدينة الوردية كما تلاحظون من خلال الصورة. أولا، ما عنوان درس اليوم؟ أنا إحدى عجائب الدنيا السبع وأقع في جنوب الأردن. يأتي الكثير من الزوار وشامخة كشموخ الجبال. أنا المدينة التي لشدة جمالي وصفني العالم بالمدينة الوردية، فمن أنا؟ البتراء. إذن عنوان درسنا لهذا اليوم يتحدث عن المدينة الوردية البتراء. سأبدأ الآن بقراءة الفقرة الأولى. البتراء مدينة عريقة محفورة في الصخر، بناها العرب الأنباط عاصمة لهم قبل أكثر من 2000 عام، ويطلق عليها اسم المدينة الوردية لأن صخورها حمراء بلون الورد. والبتراء واحدة من أبرز المواقع السياحية جنوبي الأردن، إن لم تكن أهمها على الإطلاق بعد أن اختيرت واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، ما جعل أفواج السائحين تؤمها من كل بقاع الأرض. هنا أولا سأقوم بتوضيح معاني المفردات. عريقة مشهورة ذات تاريخ طويل، محفورة منحوتة الأنباط، هي مملكة قديمة أقيمت في صحراء الأردن وشمال الجزيرة العربية وكانت عاصمتهم البتراء. على الإطلاق أي دون استثناء، الأفواج جماعة من الناس وبقاع أماكن وتأمها تقصدها. أولا، من بنى مدينة البتراء ولماذا؟ الأنباط حتى تكون عاصمة لهم قبل أكثر من 2000 عام. ماذا يطلق على مدينة البتراء ولماذا؟ المدينة الوردية لأن صخورها حمراء بلون الورد. أين تقع البتراء؟ في جنوبي الأردن، تحديدا في محافظة إمعان. هل البتراء من إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة؟ نعم. لماذا تعتبر البتراء من أهم المواقع السياحية؟ لأنها اختيرت واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، ما جعل أفواج السائحين تقصدها من كل مكان. سنقوم الآن بتوضيح بعض القضايا اللغوية في هذه الفقرة. أولاً، البتراء هو اسم معرفة. البتراء اسم معرفة، عريقة نعت أكثر اسم تفضيل، المواقع جمع تكسير، لم تكن لم حرف جزم وتكن فعل مضارع مجزوم بالسكون، عجائب أيضا جمع تكسير، وكتبت هنا الهمزة على نبرة لأنها مكسورة، والجديدة نعت وجعل فعل ماضي، وأفواج جمع تكسير، والسائحين جمع مذكر سالم. سأبدأ الآن بقراءة الفقرة الثانية. ما تزال البتراء حتى يومنا هذا؟ ما تزال البتراء حتى يومنا هذا تتزين ببعض مظاهر البداوة، حيث يمتطي زائرو المدينة الجياد وظهور الجمال ليدخلوا المدينة عبر السيق. هذا الشق الصخري البديع الذي يتلوى كالأفعوان، وعلى جانبيه قنوات مياه قديمة حفرت في الصخر لتوصل المياه من وادي موسى إلى البتراء. فإذا رفع السائر فيه نظره إلى الأعلى شاهد صخورا ملونة شهيقة تحول بينه وبين رؤية السماء، حتى إذا وصل إلى نهاية هذا الطريق واجهته الخزنة التي تعد من أروع المناظر التي تقع عليها العين، فيقف مجدوها من بديع الصنع وحسن النقش. سأقوم الآن بتوضيح معاني المفردات. البداوة الحياة في البادية ويغلب عليها التنقل والترحال. يمتطي يركب. الجياد بمعنى الخيول، والسيق ممر ضيق يمتد لمسافة تزيد عن كيلومتر. يتلوى يتعرج الأفعوان ذكر الأفعى. السائر المتجول تحول تمنع، ومجدوها أي مندهشا ومتحير، وشهيقة عالية. سنطرح الآن بعض الأسئلة. ما هي مظاهر البداوة التي نراها في مدينة البتراء؟
يمتطي زائر المدينة الجياد وظهور الجمال ليدخل المدينة عبر السيق. ما الصور الفنية في جملتي يتلوى كالأفعوان؟ شبه الكاتب الشق الصخري وما به من التفاتات بالأفعى التي تتلوى. أما الجملة الأخرى، ما تزال البتراء حتى يومنا هذا تتزين ببعض مظاهر البداوة، شبه الكاتب مظاهر البداوة بالزينة. ما وظيفة قنوات المياه التي حفرت في الصخر توصل المياه من وادي موسى إلى البتراء؟ صف السيق كما ظهر في النص، وشق صخري بديع يتلوى كالأفعوان، وعلى جانبيه قنوات مياه قديمة حفرت في الصخر. زائروا أعزائي الطلاب، جمع مذكر سالم، حذفت النون للإضافة، والذي هو اسم موصول، اسم معرفة، وهذا أيضا اسم إشارة، اسم معرفة. سنتحدث الآن عن الأفكار الرئيسة. أولا، البتراء هي مدينة عريقة محفورة في الصخر. تعتبر البتراء واحدة من أبرز المواقع السياحية في الأردن. تتزين البتراء بمظاهر البداوة والخزنة، أجمل ما يشاهده الزائر في البتراء. أما الاستخراج، جمع تكسير أفواج المواقع عجائب، جمع مذكر سالم السائحين زائرو، نعت الجديدة وعريقة، حرف جزم وفعل مضارع مجزوم لم تكن، وفعل متعدي بناها، الفعل المتعدي والفعل الذي لا يكتفي بالفعل بل يحتاج إلى مفعول به لإتمام المعنى، اسم تفضيل أكثر، اسم معرفة البتراء، فعل ماضي جعل، اسم إشارة هذا، واسم موصول الذي. أعزائي الطلاب، هكذا يكون قد انتهيت من شرح الفقرة الأولى والثانية. سنكمل الفقرات الأخرى في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.